ومن جريدة الشروق، أنبوبة البوتاجاز ترتفع إلى 60 جنيه و30% عجز في المستودعات. تواصل نقص اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات فيما ارتفعت أسعارها مع الباعة الجائلين، ما دفع العديد من المواطنين إلى الشكوى من تفاقم هذه الأزمة، خاصة بعد وصول سعر الواحدة منها إلى أكثر من 60 جنيه. فيما قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد عبد الغفار إن سبب أزمة اسطوانات البوتاجاز بترجع إلى نقص الكميات، لافتا إلى أنها بدأت في شهر أغسطس اللي فات، حيث خفضت شركة الغازات البترولية حصص المستودعات بمعدل 15%، كما حدث عجز في المستهدف بنسبة 15% أخرى ليرتفع إجمالي العجز إلى 30%. بالتالي طبعا ظهرت الأزمة على الرغم من أننا في فصل الصيف الذي يقل فيه الاستهلاك مقارنة بفصل الشتاء. وأضاف عبد الغفار أن السبب الثاني للأزمة بيرجع إلى عدم عدالة التوزيع بين المحافظات من خلال اللجنة الرباعية التي تقرر حصص المستودعات على مستوى الجمهورية، كاشفا عن أن القاهرة والقليوبية والفيوم والشرقية ومحافظات الوجه القبلي هي الأكثر معاناة من الأزمة. طيب نعرف تفاصيل أكتر، معنا على الهاتف أستاذ أحمد عبد الغفار نائب رئيس شعبة المواد البترولية بتحدي الغرف التجارية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا احنا عايزين اول حاجه كده نعرف الازمه، يعني احنا عارفين تقريبا كما ذكر في الخبر الاسباب، كيفيه او اليات الحل يا فندم، لان يعني 60 جنيه فعلا الرقم ده حقيقي ولا ايه؟ والله ده 60 جنيه حضرتك ده في بعض الاماكن اللي شهدت يعني ازمه حاده، ده من خلال اللي هو الوسيط اللي هم تجار السوق السوداء اللي هم بينشطهم في فتره الازمات. تمام. ولكن السعر داخل المستودعات كما هو لا تغيير. ولكن الوسيط هو اللي بيظهر في هذا التوقيت، وتبدا الاسعار بتظهر بالشكل اللي هو المغالى فيه اللي هو ال 40 وال 50 وال 60 جنيه. طب يا فندم في يعني اقاويل بتقول انه في فيصل وفي الجيزه ب 90 جنيه الانبوبه. وارد يا فندم، لان طبعا الجيزه حضرتك تاثرت بازمه الفيوم وبني سويف. لأن طبعا دي أقرب محافظات ليها، وكانت الفيوم وبني سويف يعني شهدت أزمة حادة وصلت 35% في الغاز، بما يضطروا أنه بيلجأ للمحافظات المجاورة، وبالتالي أثر فعلا على الجيزة والشرقية، فعلا أثرت على القليوبية، وده كان سبب تفاقم الأزمة في هذه المحافظات. طيب يا فندم هنحل الأزمة دي إزاي؟ يعني 90 جنيه و 60 جنيه أصلا كتير جدا على أنبوبة البوتاجاز، خصوصا إن إحنا يعني دلوقتي داخلين في أعياد، في مدارس، في شتاء داخل، هنعمل إيه؟ هو حضرتك يا فندم بالنسبة لحل الأزمة لابد طبعا، هو شركة الغازات البترولية بناء على توجيهات السيد معالي وزير البترول بدأت بزيادة الضخ بداية من 1/9 لمليون و200 الف اسطوانه يوميا، وده كان المستهدف حضرتك يعني المفروض كان من شهر 8. ولكن كان الانتاج اليومي خلال شهر 8 كان 850 الف اسطوانه يوميا. في حين ان انا كان داخل عليا المدارس، داخل عليا عيد الاضحى واللي بيشهد زياده نسبيه في الاستهلاك طبعا، وداخل عليا بدايه موسم شتاء، كان لابد من الزياده مش من تخفيض الحصص. طبعا مع انتظام ضخ حضرتك المليون و200 الف اسطوانه بشكل يومي منتظم، اتوقع خلال اسبوع من الان انحسار تام للازمه، وملاحظه يا فندم ان في انفراجه بدايه من زياده الضخ ده بعض المحافظات. بس بالنسبه يا فندم للتحكم في الاسعار، ما انا دلوقتي ما اقدرش اقول للمواطن لو لقيت الانبوبه ب 90 جنيه ولا ب 70 جنيه ما تشتريهاش، ما مضطر يشتريها، فالناس دي بقى المفروض ان احنا نحاربها ازاي؟ يعني بيبيع الحرام ب 90 جنيه يا فندم. التحكم في الاسعار ده بنطالب بزياده الرقابه التموينيه من خلال مديريات التموين الموجوده في كل المحافظات. بنطالب ايضا زياده الرقابه التموينيه من خلال مباحث التموين اللي هي بتقدر تتحكم وتنهي انشطه السوق السوداء الموجوده في الفتره الحاليه. تمام. عموما هنتابع طبعا اكيد مع حضرتك هذه الازمه. شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الغفار نائب رئيس شعبه المواد البتروليه باتحاد الغرف التجاريه.